الذكاء الفاعل اسمه مذكر، يبقى طالما الفاعل مذكر مش هدخل التاء في الفعل الماضي او المضارع. طب امتى ادخله؟ لو كان الفاعل عندي اسم مؤنث. طيب في حاله ان دخول التاء هتدخل على الفعل الماضي، تدخل امتى؟ على اخر الفعل الماضي اذا كان الفاعل اسم مؤنث. ثاني حاجه تدخل التاء على اخر الفعل الماضي اذا كان الفاعل اسم مؤنث. طب وهتدخل في الفعل المضارع على اول الفعل المضارع، الفعل المضارع اذا كان الفاعل اسما مؤنثا. يبقى كده دي اللعبه بتاعتنا للدرس بتاعنا اللي احنا شرحناه. طب تعالوا نشوف اول حاجه بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه من ما بين الاقوال. واحد نقط، هناء امام الحاسب. تعالوا نشوف الاختيارات بتاعتنا. تفضل ولا يفضل؟ طيب يلا مع بعض كده نشوف نوع الفعل. تفضل بيفضل، نوع الفعل ايه؟ مضارع. طيب تفضل مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. تفضل مذكر. طب نشوف بقى الفاعل، الفاعل عندي هنا ايه؟ هناء. هناء يا سنة رابعة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. تاخد تفضل ولا يفضل؟ هزود الت في بداية الفعل يبقى تفضل. تاني حاجة، عمر جمع المعلومات. عمر، نبص على الفاعل. الاختيارات عندي فعل، تحب ولا يحب؟ عمر ماله؟ مذكر، فاعل مذكر، يبقى مش هنزود له التاء في بداية الفعل المضارع، فهنختار يحب عمر جمع المعلومات. سارة وصعبة، رائدة الفضاء إلى القمر. نبص على إيه؟ على الفاعل، ماله؟ رائدة هي؟ مؤنثة. طيب، صعبة وصعبة، ده مضارع ولا قائد ولا ماضي؟ ماضي، يبقى هنزود هنزود الدف في اخر الفعل. صعب رائدة الفضاء إلى القمر. يلا بصوا على الحاجة دي. رائدة الفضاء كلاما عن القمر، عن القمر. قالت ولا قال؟ نبص على الفاعل قائد مذكر، يبقى مش هنزود له التاء، يبقى قال رائدة الفضاء. وطبعا العكس بنت الفضاء هتزودوها لوحدكم. يبقى قال رائدة الفضاء كلاما عن القمر. تجديد اثنين، جايب لي جملتين، الجملة الأولى وليد يحب قريته، رأى وليد القمر. طب فين السؤال؟ ضع هناء بدلا من وليد وغير ما يلي. يعني المطلوب مني إن أنا وليد كأني مش شايفاها في الجملة الرابعة وأحط بدلها هناء. طيب وليد مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طب وهناء؟ مؤنث. طب ينفع اقول هناء يحب قريته؟ يبقى لازم الفعل المضارع عندي هيتغير، هزود له ايه في الاول؟ التاء التأنيث، يبقى هناء تحب. وقال وغير ما ينزل، وغير ما ينزل هو قريته ولا قريتي؟ ها احسنت في الكلام. يبقى هناء تحب قريته. رأى وليد القمر، تاني مش شايفه وليد. هقول هنا رأى هناء. ايه نفع كده؟ لا ده فعل ماضي يا بنت، فعل ماضي بنزود له ايه؟ بنزود له التاء في اخر الفعل، يبقى رأى هناء القمر. وبكده كان رابعة درسنا انتهى والسلام عليكم.